بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هتكلم معاكم عن الـ Practical Sections of Parasitology. ان شاء الله الفيديو ده هيكون شامل كل العمل اللي عليكم، وهتكلم سريعا عن الاجزاء المهمه من النظري برضو. الفيديو ده ينفع لحد لسه ما ذاكرش خالص نظري، وينفع لحد مزنوق ليله الامتحان مش محتاج تفتح حاجه تانية. ان شاء الله هيلم كل حاجه. انا محمود مونجي من ASM Minds Team، وفي البدايه حابب اشكر زميلتي اليناس لان هي ساعدتني في تجهيز البرزنتيشن دي، فشكرا جدا ليها. يلا بينا نبدا. بالنسبه للسكشنز النهارده، اول حاجه هنتكلم عنها هي الهلمنسز، بعد كده البروتوزوا، بعد كده الارثروبودز، وفي الاخر هنتكلم على المايزس. اوكي، طيب بالنسبه للهلمنسز فهما ثلاث انواع، يا اما تريماتودز يا اما سيستودز يا اما نيماتودز. هنتكلم دلوقتي عن اول نوع منهم وهو التريماتودز. التريماتودز انا عايزك لما تسمع تريماتود تفتكر الشجر، عايزك تفتكر المنظر ده كده، تري قدامك شجره وقدامك ورق شجر وقدامك ميه، تمام؟ الكلام اللي انا بقوله لك ده مهم. ليه بقى؟ أول حاجة التريماتودز هي ليف لايك، يعني هي شبه ورقة الشجر، فبالتالي هي مفلطحة مسطحة وفلات، يعني ما فيهاش مساحة، ما سمكها رفيع لأن هي إيه؟ متبططة كده زي ورقة الشجر. بما إن هي متبططة مفيش مساحة جواها إن هي يبقى فيها ألمنتري كانال وجي أي تي، تمام؟ فبالتالي بيبقى فيها رودومنتري ألمنتري كانال، تمام؟ يعني كانت يعني في طريقها ان هي تبقى اليمنتري كانال بس ما كملتش، تمام؟ ايه الاسم الثاني للتريماتودز؟ اسمها فلوكس. تري ماتود يعني ليف لايك، ماشي؟ فلوكس يعني فلات. انا عايزك تفتكرها كده، فلوكس فلات، تريماتودز ليف لايك، ودي كلها مسميات تنطبق على نفس الشيء اللي هو اللي احنا شايفينه قدامنا ده، شبه ورقه الشجر، اوكي؟ طيب في اكسبشن لموضوع ان هي فلات ده هقوله لك في الاخر، وهي نوع من التريماتودز شاذ في كل حاجه، يعني هو فعليا هي تبع التريماتودز بس شكليا ووظيفيا هي بتنطبق ماشيه مع عائله النيماتودز اكتر، تمام؟ هقول لك كل حاجه عنها بعدين. طيب بالنسبه للتريماتودز بتتكاثر ازاي؟ اولا هي هيرمافرودايتس. يعني ايه هيرمافرودايتس؟ يعني خنثى، ده الترجمه الحرفيه لكلمه هيرمافرودايت، تمام؟ برضو ما عدا الدوده اللي هي شاذه عن التريماتودز دي، بتبقى بتتكاثر سيكشوال، يعني في منها ميل وفي ميل. طب علشان نخلص من الدوده دي وما تنساهاش، الدوده دي هي الشيستوزوما، تمام؟ لما اقول لك شيستوزوما تفتكر او شيت، او شيت، لان هي شاذه في كل حاجه، تمام؟ دي الاكسبشن بتاع التريماتودز، اوكي؟ الشيستوزوما اولا هي مش فلات ورم، هي راوند ورم، يعني تخينه. تاني حاجه هي مش هيرمافرودايت، لا ده في منها ميل وفي منها فيميل، فبالتالي بتتكاثر سيكشوال. كذلك شكلها مختلف وهنتكلم عنها بعدين، واللايف سايكل برضو بتاعتها فيها حاجه مختلفه، لما نيجي نتكلم عن اللايف سايكل بتاعت التريماتود هقول لك الشيستوزوما ايه الاكسبشن بتاعها برضو، تمام؟ طيب كده احنا قلنا تريماتود يعني ورقه شجر، فهي رفيعه، تمام؟ فلاتند دورسو فنترالي، يعني رفيعه من قدام ومن الاخر كده، هي كلها رفيعه. نون سيجمنتد لان هي مش متقسمه، هي حته على بعضها. عمرك شفت ورقه شجر متقسمه سيجمنتس؟ لا، هي بتبقى حته على بعضها، تمام؟ البادي بيبقى كفرد بالكيتيكل، الكيتيكل ده اللي هو الـ 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 يعني الكفر بتاعها، تمام؟ ات ليست تو سكرز. ليه بقى؟ هي بتبقى عايزه تمسك جوه الانتستين بتاعه الكائن اللي هي فيه، وعايزه تمص الاكل بتاعه، فبالتالي هتاكل منين؟ يعني اعتبر الاورال سكر ده اللي هو البق بتاعها بتاكل منه، فهو ادي اورال سكر وفي فنترال سكر، فانا قلت لك اثنين، فهي ات ليست بيكون عندها تو سكرز، تمام؟ فور اتاتشمنت، لان هي بتمسك بيهم، بيبقى كانه واحد كده بايه؟ سكر، يعني حاجه بتمص، فهي بتعمل نيجاتيف بريشر، فبالتالي بتلزق التريماتود على الحاجه اللي هي ماسكه فيها، تمام؟ ليه قلنا موست اور هيمافرودايتس؟ لان قلنا في اكسبشن اللي هو الشيستوزوما، ان هي بتتكاثر سيكشولي لان في منها ميل وفي منها فيميل، اوكي؟ بالنسبه لشكل الاجز بتاعت التريماتودز، في منها عليه سباين وفي منها عليه اوبركلم. اوبركلم يعني ايه؟ يعني غطا. سباين يعني ايه؟ يعني شوكه. انا عايزك لما تشوف الاوبركلم ده حاجه بالمنظر ده تفتكر حبايه الفول. حبايه الفول بتبقى فيها عنق من فوق كده، ده اللي بتطلع منه الجذور بتاعه الفول. اكيد عملتوا كلكم التجربه دي في العلوم في اعدادي ولا كده، تمام؟ المهم ان الاوبركلم ده يفكرك بحبايه الفول، فبالتالي انت في الحاجات اللي هي النباتات اللي هي تريماتود، اوكي؟ طبعا كل دي تربطات، يعني تريماتود دي انا بس بقولها عشان ايه؟ افكرك بس بالخصائص بتاعه التريماتودز، اوكي؟ طيب السباين ده يفكرك بيه؟ يفكرك بالورد، الورد البلدي، تمام؟ الورد البلدي بيبقى عليه شوك، تمام؟ وكذلك نباتات كتير يعني بيبقى عليها شوك. الشوك ده يفكرك ان انت بتتكلم عن نباتات، فبالتالي انت بتتكلم عن تريماتود، تمام؟ طب معلومه لنفسكم، السباينز دي تدل على شيستوزوما،
يعني كل التريماتولز بتبقى اوبركيليتد ما عدا الشيستوزوما بتبقى عليها سباينز. ماشي. طيب الايج بتاعت التريماتول دي اما هتبقى اما ماتيور يا اما جواها ماتيور امبريو. طيب لو جواها ماتيور امبريو هيبقى اسمه ميراسيديوم. تمام. طيب دلوقتي اللايف سايكل بتاعت التريماتولز. انا ليه في الاول حطيت لك الصوره دي وقلت لك عايزك تفتكر ان في شجر وفي ميه؟ اتكلمنا عن الشجر وفهمت انت ليه، عشان ورق شجر ونباتات، فالموضوع كله بيدور في الاتجاه ده. طب ليه ميه؟ الميه لان التريماتودز بتكمل اللايف سايكل بتاعتها في الووتر. تمام. لازم بتعدي باللايف سايكل بتاعتها في الووتر. يعني ببساطه انت دلوقتي لو عندك اجز نزلت في الفيسز سواء بقى بتاعت حيوان او بتاعت انسان ونزلت في الميه، تمام، بيطلع الاجز دي بيبقى فيها الفيسز دي بيبقى فيها الاجز بتاعت التريماتودز. الاكس دي لما تنزل في الميه هتعمل حاجه اسمها ميراسيديوم. تمام. الميراسيديوم ده اللي هو قلنا الامبريو بتاع اللي جوه الايج. تمام. الميراسيديوم دي بقى هتقوم كسره الشيل بتاعها، كسره البيضه بتاعتها، تمام، وطالعه تعمل يعني هاتشنج ان ووتر. تمام. وتدخل جوه سنيل. السنيل المسكين ده هيبقى انترميديت هوست. اوكي. طيب في بعد كده هتطلع من السنيل هتعمل حاجه اسمها سيركاريا. هي طبعا خدت كذا سايكل جوه السنيل ده، كترت جواه، بقى كده تطلع تبقى ايه؟ سيركاريا. السيركاريا دي المفروض انها سير، يعني بتمشي سيركاريا، بس هي فعليا بتعوم، ما بتمشيش، هي بتعوم. تمام. السيركاريا العاديه المفروض في كل التريماتودز السيركاريا بتدخل بعد كده في سمكه، تمام، تتحول جواها الميتا سيركاريا. بعد كده الانسان ياكل مثلا السمكه دي مش مستويه، مش مطهيه كويس، فبالتالي السيركاريا ما تتقتلش، فبالتالي تدخل جوه الانسان وتعدي تاني. تمام. تدخل جوه الانتستين بتاعته وهكذا. فيما عدا اللي انا قلت لك الشاذه اللي انت اول ما تفتكرها، اول ما تسمع اسمها تقول او شيت، تمام، الشيستوزوما الشاذه. تمام. الشيستوزوما في الحقيقه السيركاريا بتاعتها ما بتدخلش جوه سمكه، هي مش محتاجه اصلا سكند انترميديت هوست. يعني احنا عندنا ده فيرست انترميديت هوست وده سكند انترميديت هوست، ما عدا السيركاريا ما بتحتاجش سكند انترميديت هوست، هو على طول بيبقى معانا فلاح مصري اصيل. تمام. بيجري في دمه ممارسه الرياضه. تمام. زي كل المصريين اللي عايشين في الارياف، لازم جربوا في مره انهم يعوموا في الايه، في الكلام ده من زمان يا جماعه، مش بكلمكم على دلوقتي، اكيد الكلام ده ما بيحصلش دلوقتي، زمان زمان، يعني مثلا في التسعينات والثمانينات كان الديفولت بتاع الناس في الارياف انهم بيعوموا في المياه العذبه اللي هي بتبقى في الارياف. تمام. فالفكره المشكله هنا ان انت عندك ميه عذبه وعندك الميه دي ملوثه، والله اعلم اللي قبلك نزل عمل فيها ايه، ولا اي حيوان نزل عمل فيها ايه. فلو ساب فيسز فيها، الفيسز دي ممكن يكون نازل فيها اجز بتاعه تريماتود. التريماتود ديت بتحول لميراسيديوم، بعد كده تدخل زي ما قلنا السنيل بتاعها، بعد كده تبقى سيركاريا. الشيستوزوما مشكلتها ان هي مش محتاجه اصلا ان هي تدخل جوه سمكه وبعد كده الانسان ياكلها، مش مطهيه فتدخل الانسان. لا، السيركاريا نفسها هنا بتعمل اكتف بنتريشن للسكن، يعني مجرد ما واحد نزل الميه اللي هي ملوثه بالسيركاريا بتاعت الشيستوزوما هتقوم خارمه الجلد بتاعه داخله وعامله له انفكشن. تمام. طبعا سيبك من الصوره دي، ده شيستوزوميول، شوره شيستوزوما صغيره، ودي قصه الحب الصعبه بتاعت الشيستوزوما، الميل شيستوزوما شايل جوال في ميل شيستوزوما، تعرفوا الكلام ده كله في انفكشن 2 تزهقوا منه طبعا. بعد كده ده السنيل بتاعنا. السنيل ده قلنا الانترميديت هوست بتاع كل التريماتودز. تمام. يبقى انت كده التريماتودز حرفيا تختصر من اسمها، تريماتود يبقى شجره، تري شبه ورقه الشجر، تمام، رفيعه ما عندهاش جاي تي، بيبقى رودومنتري. تمام. هي عندها بس هو رودومنتري يعني مقفول في الاخر. ماشي. طيب بما ان هي ورقه شجر فهي فلات يعني فلوك، بما ان هي ورقه شجر اكيد مش هتتكسر جنسيا، دي هيرمافرودايت ما عدا الشيستوزوما. تمام. طيب الاكز بتاعتها يا اما عليها سباين يا اما اوبركليتد. هتبقى الاج يا اما جواها ماتيور يا اما ماتيور امبريو، لو ماتيور هيبقى اسمه ميراسيديوم. تمام. السنيل بتاعها هو ده الفيرست انترميديت هوست والسكند انترميديت هوست لو فيها هيبقى فيش، ده في الحالات كلها ما عدا الشيستوزوما. تمام. دي بقى السيركاريا بتاعتنا تحسها ليها رجلين كده، ولكن فعليا هو ده ديل، يعني بايفوركيتد تيل كده عشان تعوم بيه. تمام. طيب ده السيركاريا، انا عايزك تفتكر السيركاريا كده كان عارف انت شمشون اللي كان في سبونج بوب. اوكي. المهم ان دي السيركاريا بتقول لها ايه؟ ايت ميلاري دام فيش. ماشي. فالسمكه هتاكلها هتعمل لها ايه؟ هتتكاثر جواها تبقى سكند انترميديت هوست، بعد كده الانسان ياكلها وهي مش مطهيه كويس فبالتالي يجي له انفكشن. اوكي. طيب انا حاطط لك الصوره دي ليه؟ عشان افكرك ان في سيركاريا
تمام؟ دي اللي بتدخل السمكه، لكن جوه السمكه بيبقى فيه ميتا سيركاريا. اوكي، طيب دلوقتي نتكلم عن السيستودز. بالنسبه للسيستودز من اسمها انا عايزك تفتكر ان هي سيستود يعني شريطيه، تمام، سيجمنتد زي ما انت شايف كده. بص سيجمنتس، مفيش حاجه في البرزنتيشن محطوطه بهازارد، كل حاجه مدروسه، تمام. طيب ليه سيجمنتس؟ بما ان هي سيجمنتد فهي ما عندهاش مساحه برضو ان يكون عندها اليمنتري كانال، فبالتالي دي اكتر حتى من التريماتودز. يعني التريماتودز قلنا عندها رودومنتري اليمنتري كانال، يعني عندها فعلا بدايه جي اي تي وكلام من ده. مش انا قلت لك عندها هنا اورال سكر، وقلت لك ان هي بتاكل بي، تمام، قلت لك ان هي اورال سكر وعندها رودومنتري اليمنتري كانال، تمام. ثانيه كده خلينا نرجع، انا نسيت اقول لك اليوترس والاجز هنا، دي نقطه مهمه، كويس انا رجعت لها. اليوترس هنا في التريماتودز الاول ارجع لك بس التفاصيل دي اللي هتتسال في العمل. يعني معانا هنا اورال سكر، هنا فنترال سكر، بعد كده في الميد لاين دايما في كل الديدان بيبقى فيه اليوترس. اليوترس ده بيبقى جواه اكس وهتلاقيه واضح كده ولونه غامق، تمام. طيب الخطوط دي هي الالمنتري كانال، بما ان هي مش مكمله في الاخر وعامله كلواكه اللي هي انال كانال يعني وفاتحه على بره، فبالتالي دي اسمها ريدومنتري لان هي قفلت في الاخر اند بلايند، تمام، اند بلايندد. فعشان كده قلت لك الايه، التريماتودز عندها ريدومنتري اليمنتري كانال، مش ما عندهاش خالص، على عكس السيستودز ما عندهاش اصلا اليمنتري كانال لان هي متقسمه، فما فيش مساحه ان هي تعمل اليمنتري كانال. شايف الاليمنتري كانال ماشيه على مساحه طويله ازاي من التريماتود، تمام. طيب قلت لك في السيستودز ما فيش اليمنتري كانال، فبالتالي هي ما عندهاش اصلا حاجه تهضم بيها، فبالتالي دي متطفله تماما، يعني دي لازم تعيش جوه انسان وتاخد منه اكل مهضوم. ومش بس كده، دي لو ما عندهاش اورال سكر مش هتبقى عارفه تمص الاكل منه، دي لازم تاخد الاكل بسيمبل ديفيوجن، ده لازم الغشاء اللي هي بتاكل بيه يكون يعني رفيع، تمام، ده اللي هو اسمه التجمنتوم، فعشان يعدي الالكترولايتس والميتابولايتس بسيمبل ديفيوجن من السمول انتستين. فدي كلها السيستودز كلها بتعيش في السمول انتستين بتاعه الانسان، تمام. طيب انا قلت لك ان هي شريطيه، فهي سيجمنتد، ما عندهاش اليمنتري كانال، ما كانت ايت نور دايجست. اوكي، طيب نبدا نوريها لك. ده كده شكل السيستود، شايف طويله ازاي وسيجمنتد ازاي. دي ابسط واحده من السيستودز اللي هي اسمها ايكينوكوكس جرانيولوزس. مش مهم تعرف ان دي الايكينوكوكس، المهم ان دي سيستود، شايفها سيجمنتد اهي، تمام. السيستود متقسمه لاجزاء، اول حته كده دي الهيد، بعد كده النك، تمام، بعد كده السيجمنتس دي، كل سيجمنت اسمه بروجلوتيد، ماشي. الفكره هنا ان السيستود اولا بتكبر من عند النك بتاعتها، فبالتالي كل ما بتبعد كل ما عمر السيجمنت بيكبر. يعني السيجمنتس الصغيره بتبقى في الاول، السيجمنتس الكبيره الماتيور بتبقى في الاخر، فبالتالي ده اماتيور سيجمنت، ده ماتيور سيجمنت، ده جرافيت سيجمنت. جرافيت سيجمنت ليه؟ لان السيستودز عندها الـ يعني الميل والفيميل جينيتاليا موجوده في نفس السيجمنت، يعني السيجمنت الواحد يعتبر كائن مستقل. لو انا عندي سيجمنت اتقطع من السيستود وهو ماتيور وجرافيت، السيجمنت ده قادر انه يكون سيستودز جديده، مش سيستوده واحده، سيستودز، لانه مليان اكس والاكس دي مخصبه، فبالتالي قادر يعمل سيستودز جديده، تمام. هكلمك برضو بالتفصيل دلوقتي عن ايه التركيب بتاع كل سيجمنت والكلام ده كله. طيب احنا قلنا سيستودز عباره عن ايه، انت شايفها رفيعه، شايف شريطيه، تمام، هي اسمها ديدان الشريطيه. طيب الشريط ده رفيع قوي، فهي فلات برضو، ريبل لايك وسيجمنتد، ماشي. ممكن اللينس بتاعها يبقى صغير زي الايكينوكوكس جرانيولوزس، دي بتعمل حاجه اسمها هايديتد سيست في الليفر، هنكلمك عنه بعدين في انفكشن 2، تمام. او تكون زي التينيا سوليا موساجيناتا، دي برضو هنكلمك عنها في انفكشن 2. اللي انا عايزك تعرفه بس عن الانواع دي ان هي بتدخل، بما ان هي بتعيش جوه الانتستنز فهي ملهاش مخرج بسهوله من جسم الانسان عن طريق الاكس، دي بتتاكل في اللحوم. يعني انت عشان تتعدي بسيستودز غالبا هتاكل اندر كوكد ميت، هتاكل لحمه بقر مش مطبوخه كويس او لحمه خنزير مش مطبوخه كويس، فيجي لك نوع من انواع التينيا. التينيا مثلا سوليوم بتيجي من لحمه الخنازير مش مطبوخه، وتينيا ساجيناتا بتيجي من لحم البقر المش مطبوخ. دي بقى بتيجي من الكلاب، سيبك منها دلوقتي هتعرفها بعدين، تمام. طيب the body is divided into scolex, neck and several segments. احنا قلنا السكولكس ده بقى حاجه عند الهيد كده، تمام، ده التاج بتاعها، هوريه لك صوره بالتفصيل دلوقتي. بروجلوتيدز دي اللي هي ايه، السيجمنتس، ماشي.
قلنا السيجمنتس يا اما اماتيور يا اما ماتيور يا اما جرافيت. اوكي طيب ايه تركيب الراسس بتاعت السيستود اللي هي السكولكس؟ اول واحده اول حاجه عندنا السكرز، هي عندها بيبقى عندها تقريبا 4 سكرز كده، برضو بتمسك عشان يعني اورجنز اوف اتاتشمنت، ان هي تعمل نيجاتيف بريشر فتقدر تمسك في المكان اللي هي عايشه فيه في الانتستين. يعني مش بس كده، دي عشان تثبت نفسها وما تتحركش مع العصاره بقى الهضمه والكلام ده كله، دي بتفرس حوالين نفسها حاجات تثبت الانزيمات بتاعت الجسم. وكمان عندها هوكس، شايف الهوكس دي؟ عندها 6 هوكس ماشي، خطاطيف كده بتكلبش تمسك في الانتست من جوه عشان ما تقعش بسهوله. تمام، اسمها ايه التاج ده كده؟ اسمه روستيلم، والخطاطيف اللي فيه اسمها هوكس، وفي حواليه ساكرز كده بيقوم يعني 4 سكرز، احنا شايفين 3 في واحد الناحيه الثانيه. اوكي طيب شكلها يا اما كوادريت مربعه كده او رومبويدل معينه او جلوبيلر، ممكن تبقى دي جلوبيلر مثلا شكلها مدوره. تمام مش مهم الكلام ده. السكولكس هو الاورجن اوف اتاتشمنت، هو والسكرز يعني السكولكس ده الراس. تمام فيها الهوكس والسكرز، هما دول الاورجنز اوف اتاتشمنت. تمام طيب السكولكس may be provided with rostellum. الرستيلم ده التاج اللي هو armed with hooks ماشي، دي الهوكس. طبعا احنا كبشر غلابه اخيرا نصطاد سمك ب3 خطاطيف، دي بتصطادك ب6 خطاطيف. تمام انا عايزك تفتكر الكلام ده، لان هنيجي دلوقتي هنقول هيكساكانس يعني 6، ودي حاجه مهمه قوي. تمام خليك فاكرها. الماتيور سيجمنت في السيستود، مش انا قلت لك ان في اماتيور وفي ماتيور وفي جرافيد؟ الاماتيور سيجمنت تركيبه ايه؟ ببساطه انا عندي من بره كده حاجه اسمها جينيتال بور، فبما ان في جينيتال بور ففي مخرج بيطلع منه السبيرمز. تمام فدي السبيرم دكت. تمام طب دي بما ان احنا قلنا السيجمنت الواحد ممكن يتكاثر ذاتيا، وان السيجمنت يبعت السبيرمز خاصه بنفس السيجمنت، يعني السيجمنت فيه السبيرمز وعنده التستس بتاعته، شايف النقط انت الصغيره دي؟ تمام النقط دي هي التستس، الكبار دولت هم الاوفريز. تمام هنا بقى التستس دي بتطلع السبيرمز بتاعتها، تفرزها في السبيرم دكت اللي هي دي. تمام والسبيرم دكت تطلع السبيرمز. السبيرمز دي قدامها كذا حل، ممكن تروح لسيجمنت تاني تدخل في البورز بتاعته وتروح لليوترس بتاعه، تروح لليوترس بتاعه للاوفرز بتاعته تخصبها. تمام او ان هي تطلع وتدخل من نفس السيجمنت. تمام او انها تدخل من هنا كده تروح للحته دي، الحته اللي في الميد لاين قلت لك دي اسمها ايه؟ الميد لاين دايما في اليوترس. تمام سواء في تريماتودز او سيستودز، الميد لاين في اليوترس اللي على جنبه دول اوفريز ماشي. النقط الصغيره دايما دايما الاوفر دايما التستيكلز صغيره في الديدان، كذلك الميل دايما اصغر من الفيميل في الديدان. تمام طيب يبقى كده اللي في الميد لاين، عشان ما تتلخبطش ما بين الخطوط، في خط هنا وفي خط هنا، ميد لاين يبقى ايه؟ يبقى ده يوترس، ماشي بالعرض يبقى ده سبيرم دكت، اللي بيكمل مع في اخر سبيرم دكت ده جينيتال بور. تمام الحاجتين الكبار دولت الاوفريز، اللي في الميد لاين تاني ايه؟ يوترس. في الاخر هنا في حاجه اسمها فيتيلاريا. تمام فيتيلاريا دي اللي هي تمثل يعني اليوكساك، فاهمني؟ تمام كده خلصنا الماتيور سيجمنت اوف سيستود. طيب بالنسبه للجرافيت سيجمنت بقى، الجرافيت سيجمنت انت هتشوف فيه الميد لاين كبير، ليه؟ لان هي واحده حامل، سيجمنت حامل يعني عنده اليوترس كبير، هنا اليوترس كان رفيع لسه ما اتملاش، هنا اليوترس كبير اتملى وجواه اكز، دي الاكز. تمام جرافيت يوترس، وده الجينيتال بور الطبيعي ماشي، ده اللي دخل منه السبيرمز. تمام طيب فدي في الامتحان هتقول ايه؟ ده جرافيت سيجمنت اوف سيستود، طالما الايه الميد لاين في خط واضح كده بتاع اليوترس، لكن ده مجرد ماتيور سيجمنت اوف سيستود مش جرافيت، الكلام ده مهم. ده ايه؟ سكوليسيز اوف سيستود، لانه جايب لك الراس بس. تمام هيشاور لك مثلا على ده، يقول لك ده ايه؟ ده روستيلم التاج فيه هوكس، ده سكر. اوكي هيشاور لك هنا مثلا ده ايه؟ ده سكولكس الراس، دي النك اللي هو بيطول منها، بروجلوتيدز. تمام اماتيور ماتيور جرافيت. تمام طيب دلوقتي جه دور الاجز، الاجز بتاعت السيستودز بما ان هي حاجه من الاول شريره كده وبتمسك في الانتستين، فحتى الاج بتاعتها جواها الهوكس، بتبقى جواها 3 ازواج من الهوكس كده، فعشان كده الاج دي اسمها هيكساكانس امبريو. فالاج اللي تشوف جواه المنظر ده منظر سبيسيفيك للسيستودز، جواها هيكساكانس امبريو. تمام طيب بالنسبه للسيستودز بقى اللايف سايكل بتاعتها،
هي ببساطة زي ما قلت لك بتبقى الإكز بتنزل في الـ في الـ في الفيسز والكلام ده كله، بياكلها حيوان، الحيوان ده بتروح تعيش في الانتستين بتاعته، بعد كده تهاجر للتيشو بتاعه، تبقى في اللحمة بتاعته، يجي الإنسان ياكلها اللحمة دي وهي مش مستوية من غير ما يطبخها كويس، فيدخل الكائن لسه عايش، يدخل جوه الإنسان في الانتستين بتاعته يتكسر. في بعض الحاجات منها بتفضل في الانتستين وفي بعضها بيروح جوه الليفر زي الهايديتد، فتعمل حاجة اسمها هايديتد سيست. الهايديتد دي اللي هي الايكونوكوكس جرانيولوزس، دي بتيجي من الكلاب، بتدخل جوه الانتستين بتاعت الانسان وتعمل هايديتد سيست. ده مش ده موضوعنا خالص، سيبك من كل ده، انا عايزك بس تعرف ان السيستودز فيها سيستيك لارفر ستيجز. ليه اسمها سيستودز برضو؟ غير ان هي سيجمنتد، ان هي سيستودز يعني بتعمل كيس، تمام، فتعمل هايديتد سيست، تمام. فدي مثلا سيستي سيركويد الصغيره دي، سيستي سيركس، ماشي، دي سيستي سيركس بوفيز، دي بتبقى في البقر. دي هايديتد سيست اللي بتيجي في الكلاب، تمام. ده صورة للهايديتد سيست بقى، لو فتحناها هنلاقي جواها كده الكائن من جوه المعدي، يعني ده السيست وده الوول بتاع السيست وده كده التشو بتاع الليفر وده جواه الكائن من جوه، تمام. طيب طبعا انت شايف هنا السكولكس بتاعته، فاهمني؟ ممكن بيقولك ان هي ممكن تكبر لحد الحجم بتاع تشايلدز هيد، ده فعلا بيحصل، لان الهايديتد سيست دي بتاخد احجام كبيره جدا لدرجه ان هي ممكن تعمل جوندس وتعمل مشاكل في الليفر، بتبقى كبيره قوي، وهتاخدوها برضو في انفكشن تو بالتفصيل. اوكي، دلوقتي نتكلم عن النيماتودا. النيماتودا هي التيبيكال دوده. طب بص، خلينا الاول قبل ما نعدي نروح للنيماتودا نعمل ريكاب سريع. السيستودز سيجمنتد، تمام، بتتكاثر سيكشوال، هي هنا مش اسيكشوال، هي بتتكاثر سيكشوال لان هي عندها الميل والفيميل اورجنز في ذا سيم سيجمنت، تمام. ما عندهاش جي اي تي خالص، فلازم تعيش في الانتستن، بتعيش في حيوانات وبعد كده بتعدي الانسان، احنا بنتعدى بيها عن ان احنا عن طريق ان احنا ناكل لحوم مش مطبوخه كويس. يعني ده كلنا محتاجك تعرفه عن السيستودز. واهم حاجه في السيستودز ان هي سيجمنتد وفيها هيكساكانس امبريو وعندها الروستيلم بتاعها، التاج بتاعها فيه ست خطاطيف. اوكي، ده كلنا محتاج تعرفه عن السيستودز. النيماتودا هي التيبيكال دوده، هي دي الدوده الطبيعيه اللي انت متخيلها، الدوده المدوره السلندريكال، ودي اللي هي اصلا شبه الشيستوزوما. احنا قلنا شيستوزوما فعليا تبع التريماتودز، لكن شكليا ووظيفيا هي تبع النيماتودز. فبالتالي نستنبط من ذلك ان نيماتودا عندها في منها ميل وفيميل، فهي بتتكاثر سيكشوال، يعني دي بقى مش هيرمافرودايت ولا عندها الميل والفيميل في نفس السيجمنت، لا، دي في منها ميل لوحده كائن لوحده وفيميل كائن لوحده، زي ما في الشيستوزوما ميل وفيميل، كل ده كل واحد فيهم كائن لوحده. عشان كده قلت لك الشيستوزوما فعليا تريماتود، لكن هي بتتصنف تريماتود، لكن هي كل خصائصها تشبه النيماتودا، تمام. طيب بالنسبه للنيماتودز، هي بما انها تخينه فهي عندها مساحه ان هي تبقى عندها جي اي تي، فمبدئيا هي دي الدوده الوحيده اللي عندها جي اي تي، ماشي، فهي قادره تعيش جوه الانسان وتنهش في لحمه كده، تاكل منه كده وتهضم كمان لان هي عندها جي اي تي. طيب بما ان هي عندها قلنا جي اي تي، فهي قادره تتحرك جوه جسم الانسان بشكل اريح، فبالتالي في منها حاجات ممكن تبقى عايشه في الانتستين وحاجات عايشه في التيشوز، بتاكل من التيشوز نفسها، بتتغذى في التيشوز. تاني حاجه قلنا ان هي في منها سيكشوال، بتعمل سيكشوال ريبرودكشن، فهي في منها ميل وفيميل، ماشي. الهابيتات بتاعتها يا اما ممكن تعيش في الانتستين زي الاسكارس، ممكن تعيش في بلاد فيسل زي انكليستوما، ممكن تعيش في زي في الكولوم مثلا زي الانتروبياس فيرميكولاريس، ممكن تعيش في الليمفاتكس زي اوشيريريا بنكروفتي، وده بيعمل بيسد الليمفاتكس وبيعمل لنا الفيلارياسيس، اكيد ده سمعتوا عنه او هتسمعوا عنه في انفكشن 2 برضه، لسه كل الحاجات دي تعرفها بالتفصيل في انفكشن 2. ما تحفظش يا عم اكزامبلز، كفايه عليك قوي تعرف لي النيماتودا هي الاسكارس، اكيد كلكم سمعتوا عن الاسكارس، تمام. اسكارس دوده مشهوره يعني. الادلت نيماتودز نتكلم عنها. اول حاجه زي ما قلنا ان هي راوندد سلندريكال كده، تمام. الميل زي ما قلنا اصغر من الفيميل، شايف الميل اصغر من الفيميل، التستس اصغر من الاوفريز. اوكي، طيب ديت الدوده اسمها تريكيورس تريكيورا، سيبك منها تعرفها في انفكشن 2 برضو، انا شارح العمل بتاع انفكشن 2 قايل الكلام ده بالتفصيل في انفكشن 2 وتعرفها كل حاجه. هنا مفيش سيجمنتس، فبالتالي عندها مساحه تعمل جي اي تي، هي بايلاترالي سيمتريكال، تمام، الونجيتد، طويله، شايف طويله ازاي. بما ان عندها بودي كافيتي فعندها دايجستيف تراكت، سيبريت سكسس، في منها ميل وفيميل، والميل دايما اصغر من الفيميل. طيب الاجز بتاعتها، احنا لحد دلوقتي عندنا الاجز بتاعت التريماتودز قلت لك يا اما عليها سباين يا اما عليها اوبركلم، فخلاص خلصنا من التريماتودز، تمام.
الاجز بتاعت السيستودز قلنا ان هي فيها هوكس. الاجز بتاعت النيماتودز ولا فيها سبوينز ولا فيها اوبركلم زي التريماتودز وما فيهاش هوكس زي السيستودز، فهي اي حاجه تبقى فهتبقى نيماتودز مش صعبه. تمام، لما تاخد اي دي 2 هتعرف ان دي البيضه بتاعت الاسكاريس ودي البيضه بتاعت مش فاكر ايه بصراحه. تمام، ودي البيضه تقريبا بتاعت الانكليستوما. مش مهم الكلام ده، انا كل عايزك تعرف ان البيضه اللي ما عليهاش اوبركلم، هتقول لي ده اوبركلم، لا يا حبيبي ده مش اوبركلم، ده من ناحيتين يبقى ده مش اوبركلم. الاوبركلم بيبقى مفتوح ومن ناحيه واحده، اللي عليها اوبركلم ديت التريماتود، لكن دي مش اوبركلم، دي نيماتود. ماشي، دي ما فيهاش اي حاجه مميزه فدي نيماتود، ما فيهاش اي حاجه مميزه دي مش سباينز، هي كلها شكلها مشرشره مش يعني، لكن هي مش ما عليهاش سباينز. تمام، يبقى دي نيماتود، دي نيماتود. ده هتقول لي ده هوك، لا يا حبيبي ده مش هوك، لازم يكونوا 6 هوكس تمام عشان تبقى سيستود. بالنسبه للبروتوزوا فهي معناها اوليات، اوليات يعني كائن بسيط بدائي ولكنه قادر يعمل كل الفانكشنز بتاعته، يعني متطور جدا عن البكتيريا. تمام، طيب خلينا نتكلم عن البروتوزوا. البروتوزوا بتبقى كلاسيفايد على حسب الاورجن اوف لوكوموشن بتاعها لثلاث انواع. تمام، فايلم ساركوماستيجوفورا وفايلم سيليوفورا وفايلم ايبي كومبلكسا. تمام، الفايلم ساركوماستيجوفورا ده عباره عن تو سب فايلم. تمام، تو سب فايلم، الاول اسمه ساركو داينا والتاني اسمه ماستيجوفورا. تمام، بالنسبه للساركو داينا، ساركو بتسير بسودوبوديا. تمام، زي ايه؟ زي الانتاميبا هيستوليتيكا، دي حاجه انفكشن بتيجي في الانتستين وبتبقى في تو فورمز، يعني يا اما تروفوزويت ودي الاكتيف فورم، او سيست ودي الانكتيف فورم، بتبقى كده عامله جدار حوالين نفسها ومخزنه ايه نيوكلياي جواها لحد ما تبقى اكتيفيتد تعمل كذا كذا تروفوزويت جديد. تمام، المهم الانتاميبا هيستوليتيكا دي نوع من الساركودايم. تمام، بيتحرك بايه؟ بسودوبوديا، فهي هتلاقيها حاجه كده ايه ملهاش ملامح كده، فاهمني؟ طيب بالنسبه للماستيجوفورا، ماستيجو فورا بتتحرك بفلاجيليت، بفلاجيلا، الفلاجيلا دي يعني ديول عندها كذا ديل زي الليشمانيا، ليشمانيا تيل ليشمانيا. تمام، او الجيورديا. تمام، طيب تاني فايلم معانا اللي هي العيله بتاعت السيليوفورا، سيليوفورا يعني بتتحرك بسيليا عليها شعر من بره اللي هي الاهداب بتتحرك بيها. تمام، طيب تالت عيله معانا اسمها ايبي كومبلكسا، ودي بما ان هي اسمها كومبلكس فهي ما عندهاش حاجه اورجان محدد طالع منها هو اللي بيحركها، دي بتتحرك بحاجه اسمها ايبيكال كومبلكس، جزء جوه يعني البروتوزوا دي هو اللي بيحركها وهوريه لك في الاخر. الايبيكال كومبلكس ده، الايبي كومبلكس دي بتبقى من الاكزامبلز بتاعتها التوكسوبلازما والبلازموديوم. عايزك تفتكر ان الاكزامبلز بتاعت الايبي كومبلكس امراض صعبه جدا، التوكسوبلازما ده مرض بيجي من القطط، الكائن ده بيبقى موجود في القطط يعني بيعد الانسان، بيدخل في الانسان يتكاثر في خلايا الانتستين بتاعته، بعد كده يطلع ينتشر في الجسم ويروح للبرين وبيعمل مشاكل جامده جدا. البلازموديوم فده البلازموديوم ملاريا اللي بتنقله الفيميل انوفلس موسكيتو، ودي بتعمل لنا طبعا انفكشن، بتعمل هيموليسيس في البلاد وبتعمل مشاكل كتيره برضو. تمام، فاختصارا انا بس عايزك تفتكر ساركو ماستيجوفورا، الساركو بتسير بسودوبوديا. تمام، ومع ذلك الاكتيف فورم منها اسمها تروفوزويد برغم ان هي سودو الا ان اسمها ترو. تمام، سودوبوديا دي الطريقه بتاعت الحركه بتاعتها لكن هي اسمها تروفوزويد، السيست ما بيتحركش. تمام، وهوريك صور الكلام ده كلها دلوقتي. تمام، الفلاجليت عندها ديول، السيليوفورا عليها سيليا، الايبي كومبلكس ما عندهاش حاجه محدده بتحركها. تمام، دي السودوبوديا بتاعه الاميبا او الانتاميبا هيستوريتيكا، هي نفس الشيء يعني، ودي السيليا اللي حوالين السيليتس، مش مهم السيليتس او النهارده. دي الفلاجيلا بقى، ادي الديول بتاعتنا. تمام، ودي الايبي كومبلكسا، ده الايبيكال كومبلكس بتاعها اللي هي بتخرم بيه، بتدخل بيه الماكروفيجس والخلايا المختلفه. تمام، نتكلم عن اول نوع من الفايلم ساركوماستيجوفورا اللي هو سب فايلم ساركوداينا. انت هيجي لك صوره زي دي في الامتحان فانت هتقول ان ده عباره عن سب فايلم ساركوداينا، هتعرفه ازاي؟ هتعرفه انه عن طريق السودوبوديا، شايف انت الحته اللي طالعه دي هنا اخر الخليه لكن اللي طالع ده سودوبوديا. تمام، السودوبوديوم ده هو اللي بيحركها، هي بتطلعه كده تقوم زحفه ناحيته. تمام، طيب ده الكائن ده اسمه ايه في الفيز دي؟ يعني اسمها تروفوزويت. تمام، تروفوزويت يعني اكتف فورم قادره تتحرك. طيب دي ايه ودي ايه؟ دول كده فيزيكولار نيوكليوي جواهم كروماتين جرانيولز، ماشي، بيبقوا كونسنتريت في حاجه اسمها كاريوزوم، ماشي، دول اللي متشاور عليهم بالبلو ارز، دولت هم دولت الايه
الفيزيكولار نيوكليوي. فيزيكولار يعني شفاف، فاهمني؟ فيزيكال كده، حاجه فيزيكال كيس كده في نفسها. طيب يبقى دي كده اسمها ايه؟ سب فايلم ساركوداينا، خصوصا ده التروفوزوي. طب والسيست؟ ده السيست، السيست ده عباره عن كيس ليه مفهوم مش طالع منه بروميننت سودوبوديا، مفيش سودوبوديا بتحركه، هو كيس خامل هامد متحوط بجدار، تمام؟ ليه سيست وول، سراوندد باي سيست وول. ليه جواه مالتيبل نيوكليوي؟ لان هو بيكون كذا تروفوزود لما يبقى اكتيفيتد. نص المصريين بسبب الميه الملوثه عندهم اصلا انتاميبا هيستوليتيكا في السيست بتاعت انتاميبا هيستوليتيكا، يعني ان اكتف فورم، وممكن في اي مرحله من عمرهم لما مناعتهم تضعف او يحصل لهم اي حاجه السيست دي تبقى اكتيفيتد ويحصل لهم انفكشن بالانتاميبا هيستوليتيكا، ودي بتعمل دايريه وبتعمل مال ابزوربشن وبتعمل مشاكل كتير، تمام؟ طيب بالنسبه للسبفايلم ماستيجو فورا، ماستيجو فورا يبقى دي فلاجيليت، يعني عندها ديول. نوعين هما اللي هما ليشمانيا والجيارديا. ليشمانيا دي هتعرفوها بعدين، انا شرحها برضو في انفكشن 2، والجيارديا برضو شرحها في انفكشن 2. هي شكلها كده حاجه تخينه وتحسها جارد كده، بودي جارد، تمام؟ عينيها مكشره كده وبتاع. فدي ايه؟ فلاجيليت اللي عندها دي الواحد وغلبانه كده. دي ايه؟ ليشمانيا. ليشمانيا دي مصيبه وهتعرفوا بعدين ليه في انفكشن 2 ان شاء الله، تمام؟ الايبي كومبلكسا دي قلنا اللي هي بتتحرك بالايبيكال كومبلكس، ما عندهاش سبيسيفيك اورجن اوف لوكوموشن، وهي مايكروسكوبيك ستراكشر طبعا مش هتبقى شايفه. يعني اللي انا موريه لك ده اصلا مش الكائن ده، دي الار بي سيز اللي جواها الكائن، تمام؟ يعني دي في حاله الملاريا، البلازموديوم ملاريا، جايب لنا صوره الار بي سيز وجواها البلازموديوم، تمام؟ ده التوكسوبلازما بقى، دي يعني فيري هاي باور مايكروسكوب اللي جايبها، تمام؟ وهي بتدخل جوه الماكروفيجز او جوه خلايا الانتستين، تمام؟ طيب الايبي كومبلكس بقى والايبيكال كومبلكس اللي انا قلت لك هقوله لك، هو ده الايبيكال كومبلكس، شايف انت الحته دي اللولب اللي بيطلع ده؟ هو في الطبيعي بيبقى جوه الراس بتاعه الايبي كومبلكس. في الحاله دي دي التوكسوبلازما، تمام؟ التوكسوبلازما دي انفكشن بتيجي من القطط زي ما قلت لك، تمام؟ طيب الايبيكال كومبلكس ده بيبقى طول ما الكائن مش بينفيد حاجه، مش بيدخل جوه حاجه، مش بيدخل جوه خليه، بيبقى جوه الكائن عادي. لكن لما يجي يعمل انفيجن، عايز يدخل جوه ماكروفيج او خلايا انتستين مثلا، تحسه راح مطلعه كده كانه شنيور، شوف، ويقوم داخل جوه الخليه بيطلع منه بروتينز كده من الجلانس بتاعته اللي هي دي مخزنه بروتينز، تقوم البروتينز دي طالعه فاتحه له الطريق، تمام؟ طيب ده شكلها كده وهي لسه مش بتعمل انفيجن، وده وهي بتستعد للانفيجن وبتطلع البروتين. ده التوكسوبلازما جوندياي قبل ما تدخل جوه الماكروفيج علشان تتكاثر جواها، وبعد كده تروح للبرين وتعمل مشاكل فيه جامده جدا. علشان الناس اللي بتحب تربي القطط لازم تطعموا القطط يا جماعه، تمام؟ طيب والناس اللي بتحب تربي الكلاب برضو لازم تطعموا الكلاب، بيجيبوا ريبس وبيجيبوا بلاوي كتير، تمام؟ هتعرف كل الكلام ده في فيكشن 2. طيب بالنسبه للارثروبودز، الارثروبودز يساء فهمها احيانا ان الناس بتفكرها ارثروبودز يعني حشرات، والحقيقه ان الارثروبودز يعني مفصليات الارجل مش بس الحشرات، تمام؟ الحشرات دي جزء واحد من الارثروبودز، نوع واحد. طب ايه الارثروبودز؟ الارثروبودز في منها الكراستيكيانز اللي هي القشريات، زي الحاجات اللي بتعيش في البحر زي الجمبري مثلا وبرغوث البحر اللي هو السايكلوبس. والسايكلوبس دي انا عايزك تفتكر منها القشريات ان هي سايكلوبس، سايكل يعني حاجه مدوره دايره، تمام؟ افتكر لي شكل خمسه بالعربي، فخمسه ده يدل ان هي عندها 5 بيرز اوف لينز، يبقى الكراستيكيانز اللي في البحر عندها 5 بيرز اوف لينز. كمان افتكرها بطريقه مميزه كمان، ان في ميه وفي رمل وفي زحلقه، فهي عايزه رجول كتير، فدي اكتر حاجه عندها رجول الكراستيكيانز، ماشي؟ طيب كراست اصلا يعني قشره، عشان كده اتسمي قشريات. الاراكنيدا شبه الاراكنويد ماتر اللي حوالين البرين، مش في بايا ماتر واراكنويد ماتر؟ الاراكنويد اللي هي الاراكنيدا دي يعني عنكبيات، تمام؟ في هناك الام العنكبوتيه عشان كده اتسمت اراكنويد. المهم الاراكنيدا دي حاجات بتعيش في الارض في التربه، ارض يبقى فور ليجز، ار ار حرف الار ده اي حاجه فيها ار، طول ما احنا ماشيين في الارثروبودز اي حاجه فيها ار تبقى عندها فور بيرز اوف ليجز، ماشي؟ احنا بنتكلم على البيرز، يعني انا لو قلت فور ليجز اعرف ان انا قصدي فور بيرز اوف ليجز، مش اربع رجول بس، بيبقوا ثمانيه، تمام؟ الانسكتا دي بقى حشرات اصلا بتطير، مش محتاجه رجول كتير، تمام؟ يا بتطير يا بتنط يعني. والحشرات دي غالبا هتبقى حواليك في السرير، ماشي؟ فعشان تعرف تطلع لك على السرير لازم تكون بقى بتطير بتنط بتتشقلب حاجه كده يعني. فالانسكتا دي بيبقى عندها ثلاث رجول بس، مش محتاجه اربع رجول عشان مش بتمشي على الارض. هي الاراكنيدا عنكبيات بتمشي على الارض محتاجه اربع رجول، القشريات بتمشي في البحر محتاجه خمس رجول، لكن الحشرات دي بتطير عندها جناحات فكفايه عليها ثلاث رجول، تمام؟
طيب الانسكتا بقى ايه الامثله بتاعتهم؟ فليز، الفلي دي اللي هي البراغيث، برغم ان اسمها فلي الا ان هي ما عندهاش جناح، هي بتنط. تمام. الفلايز دي الدبان، الموسكيتوز دي اللي هي الناموس، تمام، اللايس القمل، والبيت باج ده حاجه اسمها البق، وهوريه لك دلوقتي. تمام. طيب الاراكنيدا ايه الامثله بتاعتها؟ حاجات كلها بتمشي على الارض، سكوربيونز العقارب، السبايدرز العناكب، السركوبتس سكوبياي ده اللي بيعمل الجرب او الاسم التاني بتاعه مايت، او الهارد تك دي حاجه كده بتعمل تك وتقوم تخرم الجلد، هوريها لك دلوقتي. تمام. طيب اول حاجه معانا السكوربيون، ده من انواع الايه؟ قلت لك سكوربيون عنده فور ليجز، وده من انواع الحاجات اللي بتمشي على الارض اللي هي الاراكنيدا. تمام. اراكنيدا. طيب خد معايا الرول دي، اي حاجه اسمها الاول في حرف ار فهي عندها فور بيرز اوف ليجز، سكوربيون في فور بيرز اوف ليجز، وطالما بيمشي على الارض يبقى اكيد في فور بيرز اوف ليجز. طب ايه اجزاءه؟ اول حاجه من فوق كده الراس، الراس بتاعته لحمه في صدره فعملت حاجه اسمها كيفالوسوركس، بعد كده بطنه متقسمه سيجمنتس فعملت حاجه اسمها سيجمنتد ابدومن، وجينا في الاخر التيل بتاعه بندلعه بنسميه تيلسون. تمام. تيلسون مانديلا. المهم تيلسون، ماشي. طيب التيلسون ده بيبقى جواه فينوم. طيب الفينوم في اخره كده ايه؟ الستنجر، ستنجر ده اللي بيلسع بيه، ماشي. وفي على الفينوم جلاند ده في شعر سنسوري هيرز، اوكي. طيب طبعا بيقول لك في الوصف بتاعها ان هي ساك لايك، الحته دي يعني ساك لايك الفينوم ابريتس ده، في السويرنج اللي هو التيلسون الديل بتاعه، كونتيننج ذا فينوم جلاندز انيدد لايك بروسيس كولد ذا ستنجر، كلام بديهي يا جماعه. ذا تيل هاز ذا فينوم ابريتس لاند ارثروبودز وذ فور بيرز اوف ليجز، كلام بديهي كله. هو لو شاور لك على اي حته تعرف تقول، شاورت لك هنا كيفالوسوركس، هنا السيجمنتد ابدومين، هنا تيلسون، هنا اخر حته خالص ستنجر، بس كده. تمام. جاب لك شاور لك على شعره، يبقى يعني سبحان الله يعني يلا مش مهم، لا ينفع فعلا يعني سنسوري هير. تمام. طيب الهارد تك، قلت لك هارد تك بتعمل تك وتدخل في الجلد، شايف؟ طب ليه اتسمت هارد؟ هارد لان البتاع اللي حواليها الغلاف بتاعها ناشف جدا. تمام. الكيوتيكل بتاعها سترونج اند ليزريس، كيوتيكل يعني قشره. تمام. طيب طبعا هو بتتشاف بالعين المجرده لان هي بتعمل يعني هي كبيره مش صغيره، يعني انت شايف هي مثلا ايه بتتشاف بالعين. تمام. هاز فور بيرز اوف ليجز، لان هارد فيها حرف ار فتبقى عندها فور بيرز اوف ليجز. تمام. طيب ما تقوليش تك بس، هي اسمها هارد تك، ده اسمها على بعضها. تمام. طيب الماوس بارت بتاعتها مشكلتها بقى ان هي عشان تدخل وتمسك عندها سنان جامده جدا بتعمل درماتيتس، عشان كده اتسمت الاسم التاني ليها تك درماتيتس، ماشي. بس خليك عارف ان التك درماتيتس لو قال لك تك درماتيتس فهي برضو عندها فور بيرز اوف ليجز. طيب اخر حاجه معانا هنا في مش اخر حاجه ولا حاجه يعني بهزر معاك، دي الموسكيتوس. تمام. الموسكيتو يعني ناموسه، هل فيها حرف ار؟ لا ما فيهاش حرف ار، يبقى عندها 3 بيرز اوف ليجز، ما هي عندها جناحات مش محتاجه يعني. تمام. دي ادلت فيميل موسكيتو بتمص دم الانسان. تمام. ليه؟ لان الرجاله ما لهمش في السكه دي، بيشقوا بيتعبوا بياكلوا هم. تمام. دي الادلت فيميل هي اللي بتمص الدم. طيب زي الفيميل انوفلس موسكيتو برضو اللي هي ايه بتنقل الملاريا، هي برضو ناموسه هي اللي بتنقل الملاريا، فيميل مش ميل. تمام. طيب تبقى لونها بني وعندها جناح عشان كده بتطير سبحان الله. تمام. وعندها سنتيمتر واحد طولها يعني. طيب الفلي درماتيتس، فلي يعني حاجه بتنط، انا بتخيلها كده ان هي كانها بتلعب على ترامبولين وبتنط، بتنط كده تقول فلي. تمام. احفظها كده، بس هي ما عندهاش جناحات، وينجلس ارثروبود، مش انا قلت لك في حشر الحشره بيبقى عندهم جناحات؟ دي حشره وما عندهاش جناح. تمام. وعندها ثلاثه بس، لان الفلي ما فيهاش ار فهي ثلاثه بيرز اوف ليجز. تمام. bilaterally compressed arthropod with three pairs of strong jumping legs. ليه الكلام ده؟ قال لك ان هي bilaterally compressed، شايف مضغوطه ازاي؟ وعندها strong jumping legs، مش قلت لك ان هي بتنط عشان كده بتقول فلي، فهي عندها strong، شايف تحس رجلها معضله يا جدع، هي عندها فيمر وعندها تيبيا وعندها البتاع الاخيره دي مش فاكر اسمها ايه، بس اسمها تالوس تقريبا حاجه شبه كده. المهم ان عندها ايه، رجل قويه كده حسها كانجارو. تمام. تنط جامد، بص كده نط فلي. تمام. مش عايزك تنساها طول حياتك. طيب بالنسبه للبيت باج درماتيتس، البيت باج ده يعني بق، البق بالعربي هو البق يعني هو حاجه بتيجي في السراير، بتبقى موجوده في السراير
فهي اول ما بتشوفها بتقول لك كل مره بشوفك فيها ببقى نفسي اطير، بس بفضل في السرير. ليه بقى؟ لان هي عندها رودومنتري وينجز، مش انا قلت لك ان الحشرات عندها جناحات، دي برضو ما عندهاش جناحات، دي عندها رودومنتري وينجز، بيبقى نفسها تطير. بيبقى نفسها تطير بس عندها رودومنتري وينجز. اوكي، عندها 3 بيرز اوف ليجز لان هي ما فيهاش ار، تمام، ولان هي انسكت بس ما عندهاش جناحات يا عيني، تمام. وبما ان هم مش عارفين يطيروا ولا عارفين يعملوا حاجه، بيفتروا عليك انت في السرير بتاعك، فيقعدوا يقرصوا فيك ويعضوا فيك لدرجه انهم بيعملوا درماتيتس جامده جدا وبيعملوا انيميا من كتر ما هم بيسحبوا دم منك، تمام. طيب معانا كمان اللايس. اللايس بقى اللي هو القمل، اكيد كلكم عارفين القمل، بيجي في الشعر، تمام، بيعض كده في فروه الراس ويخليها تجيب دم ويمص الدم ويبيض بيض كده يحطه على الشعر، ومشكله كبيره. اللايس ده حاجه مقززه جدا يعني، تمام. اللايس درماتيتس هي وينجلس برضو لان هي في الشعر مش محتاجه تطير، تمام. وينجلس انسكت ويز 3 بيرز اوف ليجز لان مفيش حرف ار في اسمها الاول، تمام. وعندها سامب لايك بروجكشن، شايف انت الحته دي؟ سامب لايك بروجكشن، شايف انت دي؟ سامب لايك بروجكشن. وبتعمل كرونيك درماتيتس طبعا لان هي حاجه في راسك انت ما بتشغل بالك منها وعمال ترش وغيرها، بتيجي في عيال صغيره يعني، تمام، الاطفال في سن الحضانه كده. كاركترايزد باي برونز بيجمنتيشن اوف ذا سكين، بيبقى بتعمل قشره كده صفرة، تمام، من كتر الدرماتيتس اللي هي عاملاها. فاجابون ديزيز ده ان هي تبقى ديسيمينيتد بقى وتبقى ماشيه في الجسم كله مش بس في فروه الراس، تمام. طيب ده شكل اللايس، شايف رجول عامله ازاي وكلها شوك، ما طبيعي تعمل درماتيتس شكلها اصلا مرعب، كل ده شوك، شوك دقيق جدا، دقيق جدا، بيعمل لك حساسيه ويخليك تهرش، تمام. وده السامب لايك بروجكشن بتاعتها، شايف، وده شعر واحد اوروبي اشقر ملناش دعوه بيه، تمام. ده تقريبا الاكس بتاعتها، بيضاها على الشعر، هي ماسكه في الشعر. طبعا الكلام ده تدرسوه بالتفصيل في الجلديه على حسب بقى انتوا نظام جديد ولا قديم، تدرسوه في رابعه او خمسه، تمام. تدرسوا الاسكيبس واللايس كل الكلام ده ان شاء الله، تمام. طيب السركوبتس سكبيوي، اخر حاجه في اللايس، انا ما بفتكر اسم لايس ده ان شعره لايس، ليه؟ لان هو التريتمنت بتاعها بيبقى حاجه كده بتترش على الشعر فبتخليه لايس في نفسه كده، فاهمني؟ لايس حاجه بتيجي في الشعر، القمل، تمام. طيب السركوبتس سكبيوي، سكابيوي انا عايزك تفتكرها كده، if you don't escape you might get scabies، scabies اللي هو الجرب، if you don't escape you might اللي هي سيركوبتس سكابيوي، اتش مايت اسمها كده، اسمها التاني اتش مايت لان هي بتخليك تهرش، بتعمل سكابيس اللي هو الجرب، وده بيجي من حيوانات زي الارانب وحيوانات تانيه كتير، اكتر حاجه يعني بتجيبه هي الارانب. عندها حاجه اسمها ستامبي ليجز، وهعرفك يعني ايه ستامبي دلوقتي. ستامبي يعني حاجه قصيره وتخينه زي كده، ده كده اسمه ستامبي، شايف انت المنظر ده؟ ده كده المنظر بتاع ستامبي. فهي عندها ستامبي ليجز وعندها ميمبرنس بودي، ميمبرنس يعني شفاف خفيف كده، حاجه كده رفيعه رقيقه، فعشان كده انت شايف حاسسها شفافه صح؟ فده ميمبرنس بودي. وعندها بريستلز يعني شعيرات، تمام. فهي عندها ستامبي ليجز، رجلها قصيره وتخينه، جسمها شفاف، عليها شعيرات، بريستلز، ماشي. مش عايزك تنسى الوصف ده لانه ممكن يشير لك على اي حته يقول لك ايه ده. طيب انت لو شفتها كده منظر مقرف جدا، حاجه تخينه ومقرفه ورجلها تخينه فهتحفر وتقعد جوه الجلد، ده اسمها ايه؟ سكوبتس سكابيوي. Whenever you find a patient with scabies escape from him you can get the infection، تمام، you might get scabies، might لان اسمها اتش مايت، ممكن تكتب في الامتحان اتش مايت او تكتب سكوبتس سكابيوي، ده اسم الاورجانيزم، ماشي. فهي مايكروسكوبيك ارثروبود لان عندها ما زالت من مفصليات الارجل. ويك ممبرنس كيوتيكل، كيوتيكل يعني قشره، تمام. ذا بودي هاز بريستلز يعني شعر، 3 بيرز اوف شورت ليجز لان الاسكيبس ما فيهاش حرف ار، طبعا انا هنا القاعده شذت لان هي فيها حرف ار هنا، بس بالعقل بالعقل ده انا بقول لك عندها ستامبي ليجز، ستامبي ليجز هيبقى عندها اكتر من ثلاثه بالعقل، مش هيبقى عندها اربعه يعني، تمام. ودي مش بتمشي على الارض، مش انا قلت لك الحاجات اللي بتجي لك في السرير عندها ثلاثه والحاجات اللي بتمشي على الارض عندها اربعه، اللي بيمشي على الارض ايه؟ عقرب، عنكبوت، التك. السركوبتس سكبيوي تبع الاراكنيدا ولكنها شاذه، علشان كده هي بتقعد في الجلد، هي نوع من الاراكنيدا ولكنها شاذه، خليك فاكر ده كويس، ماشي؟ عشان عندها ستامبي ليجز، مش قادره تمشي من الجلد وعندها ثلاث رجول بس مش اربعه زي باقي الحاجات اللي عندها ار، يبقى دي شاذه عن القاعده اللي هي السركوبتس سكبيوي، الجرب شاذ، تمام. طيب ده معنى ستامبي، وده منظر السركوبتس سكابيوي، شايف منظرها فعلا ستامبي ليجز وعليها شعر، حاجه سيئه جدا. ودي وهي عامله البروز بتاعتها فحره جوه الجلد وعامله انفاق جوه الجلد، عشان كده عامله هرش جامد جدا. بعد كده ندخل على الفلايز، تمام.
دي كومن هاوس فلاي اللي هي الحاجه العاديه جدا اللي موجوده في البيوت كلها، الدبان العادي جدا، بيتكون من هيد وثوركس وابدومين ووينجز. تمام، سبحان الله عنده جناحين، يعني معلومات قيمه جدا اللي مكتوبه في البرزنتيشن. تمام، طيب الفلايز، النوع ده من الفلايز اللي عامل شبه الحمار الوحش كده مخطط بالعرض اسمه ادلت موسكا دوميستيكا. تمام، دوميستيك يعني حاجه اليفه، فهي موجوده في الكومن هاوس فلاي. تمام، ودوميستيك برضو تنطبق على الحمار الوحشي زبرا، فهي زبرا لايك. اوكي، عشان كده اتسمت دوميستيك. انا عايزك تفتكرها، تبص كده تلاقيها حاجه مخططه بالعرض، يبقى ده دوميستيك، حاجه اليفه تمام زي الحمار الوحشي، فدي ادلت موسكا دوميستيكا كومن هاوس فلاي. طيب دي حجمها ايه؟ متوسط، موجوده في بيت تبقى متوسطه. ماشي، طيب هو بيقول لك هنا ان الابدومين هاز ميديان دارك باند اللي هي ماشيه بالعرض زي ما انا عمال اقول لك من الصبح. طيب دي انواع تانية من الدبان، دي كده متوسطه الحجم برضو، اسمها لوسيليا لان هي شبه البسله، لونها اخضر. تمام، اسمه ميتاليك جرين ميتاليك لانها بتلمع كده، تحسها كده معدن مطلي باللون الاخضر. تمام، فهي ميتاليك جرين كلر، ودي ميديوم سايزد فلاي. ماشي، دي بقى عايزك تفتكرها كده، تشوف لون ازرق افتكر لي كاليفورنيا. تمام، كاليفورنيا از ا لارج سيتي ويز دارك بلو سكاي. يعني ايه الكلام ده؟ الدبانه دي حجمها كبير، لارج سايزد فلاي، اللي فاتوا كلهم كانوا ميديوم. تمام، فدي دي لارج سايزد، وهي عندها دارك بلو كلر. طب اسمها ايه؟ اسمها كاليفورا، عشان كده قلت لك كاليفورنيا. تمام، كاليفورنيا لارج سيتي ويز دارك بلو سكاي. تمام، يبقى هي لونها دارك، لارج سايز، اسمها ادلت كاليفورا فلاي. ما تنساهاش، كاليفورا سحب زرقاء. تمام، دبانه زرقاء كبيره، مدينه كبيره. ماشي، طيب لوسيليا بيسيلا، فهي خضراء. النوع ده بقى شبه الشطرنج، يعني حته بيضاء وحته سودا كده. تمام، هي الابدومين بتاعها عامل اسم تشيس بورد لايك، يعني شبه لوح البورده بتاعت الشطرنج. تمام، اسمها ايه؟ طيب دي اسمها ادلت ساركوفاجا فلاي. تمام، تفتكرها كده ان انت بتبقى بتاكل فاجا وانت بتلعب شطرنج، ادلت ساركوفاجا فلاي. ماشي، الكلام ده مهم عشان انت تكتب الكلام ده بايدك. لوسيليا خضراء، كاليفورا زرقاء، ساركوفاجا شبه لوح الشطرنج، شبه الحمار الوحشي دوميستيكا. تمام، موسكا دوميستيكا. طيب دي بقى اللي هي الماجوت، ماجوت او لارفا، كلمتين يدلوا على نفس الشيء، الا وهي اليرقه. يرقه ده مرحله من مراحل تطور الفراشه. تمام، ومعنى دفتيريا اصلا يعني هاير دفتيريا، يعني ذوات الجناحين، الحاجات اللي عندها جناحين وبتطير. تمام، فالفراشات دي في مرحله من حياتها بيبقى يعني من انواع الفراشات بيبقى اللارفا بتاعتها بتتغذى على تيشوز، بتاكل تيشوز. فمثلا لما تلاقي عفوا الله واياكم جثه قدامك ومدوده، تمام، احنا بنقول عليها مدوده بس هي فعليا فيها يرقات مش دود، الدود ده يعني اللي هو هيلمنسز. تمام، لكن احنا بنتكلم على يرقات، اليرقات دي بعدين بتتطور وتبقى حشرات بتطير عندها جناحات. تمام، ففي يرقات بتبقى بتتغذى على تيشوز، في يرقات تانيه بتتغذى على نباتات بتلاقيها جوه الفاكهه والكلام ده. اليرقات دي عندها كفالو فارنجيال سكيلتون شبه حرف الاتش كده، شايف هاير ديفتيريا بتلاقي حرف اتش كده عند راسها، اسمه كفالو يعني راس، فارنجيال كانه البق بتاعها اللي بتاكل بيه سكيلتون. تمام، وهي ورم لايك يعني هي شبه الدوده، وعندها اتش شيبد كفالو فارنجيال سكيلتون ات ذا انتيريور اند. تمام كده عرفنا لارفا يعني ايه، وماجوت يعني ايه. لارفا او ماجوت يعني يرقه، هاير ديفتيريا يعني ذوات الجناحين، يعني الحاجات دي تحاول بقى كده حاجه بتطير. ودي السايكل بتاعتها مش علينا طبعا، انا بس هتحرك للتوضيح. دي مثلا صوره لدوده القز اللي هي بتعمل الحرير، ايرلي لارفا، ماتيور لارفا، بعد كده العذراء، بعد كده الفراشه. تمام، العذراء دي بتبقى جوه شرنقه لو حد في كرب دوده قز قبل كده. تمام، المهم ده كده اسمه فرانكلر مايزس، فرانكل يعني دمل، مايزس يعني مش عارف اسمها بالعربي بصراحه، بس هي معناها ان حاجه تدود. تمام، ان حاجه تبقى مدوده كده. المهم فده كده بويل، حاجه شبه البويل كده اللي هو الدمل، يعني بويل وفرانكل مترادفين لنفس الحاجه، يعني الفرق في الحجم، وتعرفوا الكلام ده بالتفصيل في الجلديه. فدي كده بويل لايك سويلنج، تمام، طالع منه ايه؟ ماجوت. فادي دي الديسكريبشن بقى ايه؟ ماجوت بروترودنج فروم ا بويل لايك سويلنج، فدي اسمها ايه؟ السايكولا اسمها فرانكلر مايزس. ماشي،
دي كده بقى انا شايف ألسر، انا شايف كده كأنه واحد عور واحد بحاجة او في ألسر، تمام؟ دي غالبا دايابيتك فوت ألسر، يعني البيشنت اللي عندهم دايابيتس بيبقى عندهم نيوروباسي والكلام ده كله، بيبقى عندهم مشاكل هترفعها في البطنة. المهم ان بيحصل لهم ألسرز في رجليهم، والألسرز دي لو بسبب انهم عندهم نيوروباسي كمان مش حاسين ان عندهم ألسر، الألسرز دي ممكن تدود، تمام؟ لو حد فيكم شاف مسلسل هاوس كان في حاله فعلا كده، واحد عنده دايابيتس ونجلكتد، فعلا رجله كانت جايه مدوده، تمام؟ بسبب انه رجله اتعورت وهو مش حاسس فدودت، ماشي؟ فدي تروماتيك مايزس، ان هي اتعورت، حصلت تروما عورتها، وبسبب ان هو مش حاسس حصل عليها تكون دود كده. فدي ماجوتس اللي هي اللي قلنا عليها اللارفا، يعني ماجوتس اون نجلكتد وان، نجلكتد يعني اتسابت ما اتنضفتش، ماشي؟ فدي تروماتيك مايزس. دي كده دوده في، مش دوده بقى، اسمها يرقه في العين، فدي اوكيولار مايزس، تمام؟ ماجوت ان ذا كونجنكتيفا. ودي كده في المناخير نيزوفارينجال مايزس، ده غالبا جثه اصلا، دي غالبا الصور دي من جثث، تمام؟ ماجوت انفيدنج ذا نوز. دي اورال مايزس، يعني حاجه في الودان. وكده نكون خلصنا السكشنز بتاعت الباراسيتولوجي. انا عايز انبه على حاجه، في فيديو واحد للكليه من النظري مهم جدا في العملي، هسيبه لك في الديسكربشن، هو فيديو ساعه شرح الكليه فيه كويس، فانا مش هتطرق ليه، هو بيكلمكم عن الانفستيجيشنز بتاعت الديفرنت هيلمنسز والكلام ده كله، فهو فيديو كويس جدا. كذلك فيديو زميلتي في ASM Minds Team منى فتحي عملته، مراجع النظري كله بتاع البارا، فهو كويس جدا، اتمنى تشوفوه، واتمنى تفتكروني بدعوه كويسه منكم، وجزاكم الله كل خير. شكرا جدا.